يحرص المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين على أداء مناسك العمرة خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث تعمل مكاتب السفريات وحملات العمرة على تنظيم رحلاتها الجوية والبرية لأداء مناسك العمرة طيلة أيام الشهر الفضيل. مع قدوم شهر رمضان المبارك تتوق نفوس المسلمين حول العالم إلى زيارة الأراضي المقدسة لأداء عمرة رمضان، ورغبة في هذا الأجر العظيم يتوافد المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين خلال شهر رمضان المبارك إلى الأراضي المقدسة. وإلى جانب بعده الروحي تكتسي هذه الرحلة الدينية دورا رئيسا في مجالي السياحة والنقل الجوي، حيث تعد فترة الذروة بالنسبة إلى مكاتب السفريات وحملات العمرة التي تعمل جاهدة على تلبية الطلب الكبير على عمرة شهر رمضان. نتقدم بالشكر إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة شؤون الحج والعمرة على تعاونهم وتسهيل إجراءات العمرة في شهر رمضان المبارك، وكذلك نتقدم بالشكر إلى جسر الملك فهد على تسهيلهم إجراءات العمرة، فأسأل الله عز وجل يكتب أجرهم وتعاونهم. ولا يخفى عليكم يعني العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس يحرصون على العمرة في رمضان. كاميرا مركز الأخبار رافقت إحدى الحملات التي تواصل تسيير رحلاتها الأسبوعية من مملكة البحرين باتجاه الأراضي المقدسة طيلة أيام شهر رمضان المبارك، إذ عبر عدد من المعتمرين قبل انطلاق الحملة على مدى شوقهم لرؤية الكعبة المشرفة وإتمام مناسك العمرة في هذه الأيام المباركة. في شهر رمضان يعني تعودنا على العمرة في الأول الشهر أو عشر أو آخر الشهر، وإن شاء الله نوصل بالسلامة وتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال. يعني التسهيلات مو مقصرين. والله صراحة يعني شعور لا يوصف، يعني إنك تكون رايح بلاد الله سبحانه وتعالى وتشوف الكعبة المكرمة، وخاصة وياي زوجتي وابني وأول مرة يروحون. صراحة يعني من البارحة بالليل مو قادرين لا ينامون ولا يفكرون، تفكيرهم بس شلون يعني يتخيلون شلون اللحظة اللي يوصلون فيها هناك. صراحة شعور لا يوصف. طبعا جدا مشتاقين لمثل هذه الزيارات الدينية، خصوصا إذا كانت في رمضان، ونشكر القيادة الرشيدة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية على توفيرهم كل سبل التيسير للمعتمرين لضيوف الرحمن. طبعا أجر اختيارنا للذهاب في رمضان هو يدل يعني خصوصا الواحد يكثر من الأعمال والطاعات في شهر رمضان، وأجر عمرة رمضان هذه خلانا أن احنا نروح في شهر رمضان المبارك. ولوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومن خلال قسم شؤون الحج والعمرة دور كبير في تقديم كافة التسهيلات لمكاتب السفريات وحملات العمرة، حيث تحرص على توفير كل ما من شأنه تحقيق المزيد من تسهيل إجراءات رحلات العمرة بالنسبة للحملات الراغبة في تسيير رحلات لها لأداء مناسك العمرة خلال الشهر الفضيل. إلى الحرم قاصدين وباسم الله ملبين، تواصل حملات العمرة التي تنطلق من مملكة البحرين نحو مكة المكرمة خلال الشهر الفضيل، وذلك في أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.